أجواء ربيعية إلى دافئة وطقس قد يكون بارد نسبيا في الليل مما يستدعي معطف ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذا تبقى الأجواء لطيفة وربيعية في معظم مناطق المملكة، وبالنظر إلى صور الأقمار الصناعية الواردة لدينا هنا في طقس العرب، نلاحظ خلو سماء المملكة من أي سحب حاليا وخلال 24 ساعة القادمة. ننتقل لنعرف درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، لتكون 11 درجة مئوية وتكون الأجواء صافية، وسرعة الرياح قد تصل إلى 5 كيلومتر، ولكن درجة الحرارة الملموسة تكون 9 درجات مئوية. ننتقل لنشاهد درجات الحرارة في 3 أيام القادمة، حيث تكون أيام الجمعة والسبت ما يقارب 23 درجة في العاصمة عمان، ما بين 10 إلى 14 درجة ليلا. أما يوم الأحد متوقع أن تكون هنالك رياح نشطة لتصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، وليلا تكون 21 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، نبدأها من إربد حيث تكون درجة الحرارة 25 إلى 12، المفرق من 25 إلى 11، جرش من 25 إلى 12، عجلون من 24 إلى 11 درجة مئوية. في مناطق الوسط عمان من 23 إلى 10، في الزرقاء من 26 إلى 12، البلقاء من 23 إلى 10، مادبة من 24 إلى 10 درجات، والبحر الميت من 31 إلى 17 درجة مئوية. أما جنوبا فنبدأها من الكرك ف 23-12، طفيلة من 21 إلى 12 درجة، في معان من 27 إلى 10 درجات، في جبال الشراه من 21 إلى 10 درجات، وفي العقبة أجواء حارة نسبيا من 31 درجة إلى 19 درجة مئوية. وأخيرا في أرويشد والصفاوي درجة الحرارة من 28 إلى 13 درجة مئوية ليلا، في الأزرق 29 إلى 14 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات أخرى، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.